يعني عشان برضو ما حدش يزعل، الناس في النهايه بتزعل، انا بتكلم والله العظيم لا لصالح اسماعيلي ولا الاهلي ولا زمالك ولا ابو السعود ولا مرتضى منصور ولا محمود طاهر ولا حد، انا بتكلم بكلام واضح وصريح. اللعيب يا جماعه اللي مضى لنادي يكمل معاه، اللعيب اللي مضى مع نادي يكمل معاه، روح اقعد مع النادي بتاعك وقول له انا رغبتي النادي الفلاني وانا مضيت، ما تسيبش رئيس النادي يقعد يتفاوض وتمشي وتروح تمضي هنا وتمضي هنا وتمضي هنا، وفي الاخر اللعيب يقول ايه؟ يعني اخرها دي ماتشين وقف 200,000 اي حد يدفعهم لي مش مشكله، ما امضي المره دي مش تبقى كده، اللائحه المره دي الوضع مش هيبقى كده. اللهم بقى بلغت، اللهم فاشهد، وكل واحد في النهايه يعمل اللي هو عايزه. عايز اقول لكم برضو معايا يعني برضو دي توقعاتنا في الملاعب اليوم، الخارجون من جنة الاهلي، بيتر واضح ان هو هيرحل، صلاح الدين سعيدو او احمد عبد الظاهر واسلام رشدي، محمد ناجي جده. اتفضل يا ياسر، اعرض يا ياسر. طيب ده دول الخارجون من جنة الأهلي حسب توقعاتنا، يعني ممكن يمشي ممكن ما يمشيش، بيتر، صلاح الدين، أحمد عبد الظاهر، إسلام رشدي، لؤي وائل، أحمد خيري، ومحمد ناجي جده، وعمرو وردة. عمرو وردة على فكرة في كلام كبير إن هو جاي له عروض احتراف من بره وهيطلع، وإن شاء الله بإذن الله يطلع. عمرو ده فازة تقيلة جدا ولعيب مهذب، هو كان محتاج يركز ويهدى، واعتقد ان هو اتعلم الدروس جيدا. ومحمود تريزيجيه اعتقد ان هو في طريقه للاحتراف. فأكد تاني وتالت ورابع، دي توقعاتنا داخل الملاعب اليوم. والخارجون من نادي الزمالك، وايضا دي توقعاتنا، صالح موسى ورضا العزب، محمد شعبان، احمد دودار. احمد دودار انا بقوله وانا شاكك، يعني هيرحل مش هيرحل، هو الولد ملتزم معاهم جدا، ممكن ما شاركش بشكل كبير، كان عنده اصابه، ولكن اعتقد انه ممكن يكون عنده فرصه ان هو يكون موجود. برضو دي وجهه نظري الشخصيه، وفي الاخر كلها اجتهادات. احمد علي، محمود عبد الرازق بازوكا، يوسف اوباما، حماده طلبه. برضو حماده طلبه يعني اقدر اقول ان راجل لا على قناعه بيه وممكن يكون موجود. برضو وجهه نظري ان يوسف اوباما ممكن يرحل على سبيل الاعاره، ده برضو الرؤيه اللي واضحه قدامي. احمد سمير، محمد ابو جبل، ياسر ابراهيم. ابو جبل اكيد عايز يلعب وده حقه، ياسر ابراهيم ما شاركش بشكل كبير، احمد سمير بياخد فرص على فترات، كل ده هيتحدد حسب اللي جم او حسب المضوا بالفعل.